كلمته عن طريق الرابط الإلكتروني قبل 8 أشهر هكذا شيء، طلع اسمي بالمعهد داومته بإعدادية الصناعة حي العربي، فخلوني قسم كهرباء. طبعا من جيته ما كان عندي هذيك المعلومات بالكهرباء، تعلمته وين؟ تعلمته إيه هوني يعني بالمعهد 4 أشهر دورات دخلنا يعني من بداية دي حد ما نطيق نطلع عشان تعتمد علينا تأسيس بيت كامل. داومت 4 أشهر بالمعهد وهنا شهرين، وأتاحت لي الفرصة أنه أتعلم وأني أفيد المدينة القديمة. أنا أشتغل كوسرة عدة شغلات بس الكوسرة يعني أكثر شيء. ما لقيت فرصة فهم جيت هم قدمت باليونسكو، فطلعت لي منطقة قديمة، فمنطقة قديمة أريد نرجعها مثل ما كانت، عشنا بيها أبانا وأجدادنا، روحانية كنا بيها. نساء الموصل عاطلات عن العمل، فمنظمة اليونسكو وفرت لنا فرص عمل. أنا قدمت بالمكتب فطلع اسمي، سحبتني منظمة اليونسكو بالمعهد، معهد حي نابلس، فكانت المدة 4 أشهر، وحاليا سحبونا على المنطقة القديمة. نشكر منظمة اليونسكو على دعمهم يعني لنا احنا كنساء الموصل اللي كنا عاطلين عن العمل. أكملت دراستي ولم أحظى بأي فرصة عمل، فقمت بالتقديم على قسم العمل والشؤون الاجتماعية، فحصلت على عمل في منظمة اليونسكو، وأنا الآن أعمل في قسم الكهرباء.